بداية أخبارنا مع الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك اللي بيلعب دلوقتي مباراته بقمة طبعا مع الغريم التقليدي النادي الأهلي في ختام بطولة السوبر المصري على صالة الدكتور حسن مصطفى. والنتيجة دلوقتي كام يا شباب؟ 11-7. والكورة معانا في الدقيقة كام يا شباب؟ الدقيقة 19. طبعا كل التوفيق ليهم بإذن الله، بإذن الله تكمل على خير والزمالك يقدر يفوز بالمباراة. أهم حاجة دايما بنوصي عليها وبنتكلم فيها طول الوقت الحفاظ على النتيجة. العب طول المباراة بنفس القوة، بلاش إن احنا نهدى نريح نعمل تغييرات أكننا خلاص سيطرنا على مجريات المباراة دي. بالنسبة لي أهم حاجة، لأن أنا ما بحبش إن احنا نبقى كاسبين وحد يجي من بعيد، إن شاء الله ده ما يحصلش. أهم حاجة الحفاظ والسيطرة على مجريات المباراة وبنفس القوة لآخر دقيقة وبنفس القوة الضربة وبنفس تشكيلي اللي هو قوتي الضربة. المهم ده نحافظ عليه طول الوقت ولا تهاون لحد آخر ثانية في المباراة. كوماندوس طبعا كان حقق الفوز في المباراة الأولى على سبورتينج بنتيجة 37-35 في وطبعا المباراة وصلت لوقت إضافي. إن شاء الله الزمالك يقدر يفوز النهاردة ويتوج بلقب السوبر المصري علشان تكون أول بطولة، وزي ما بنقول بداية قوية للموسم الجديد ودفعة نفسية بشكل كبير جدا للفوز بالموسم، للفوز بكل البطولات اللي داخلين عليها المهمة جدا. زي ما انتوا عارفين ان بطولة السوبر المصري لكرة اليد بيشارك فيها ثلاث فرق، هما الزمالك بطل الدوري، سبورتنج بطل الكاس، والاهلي وصيف الدوري. ان شاء الله الكوماندوز يقدر يحقق الفوز النهاردة ويتوج باللقب.